حيث قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه سيتريث قبل الدعوة إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس للبلاد في انتظار تبلور الحراك الإقليمي والدولي، معتبرا أن جلسة الانتخاب التي حصلت أثبتت مجددا وجهة النظر الداعية إلى الحوار والتوافق بدلا من التحدي والاستفزاز. للمزيد من المشهد اللبناني من بيروت العاصمة تنضم إلينا جويس الحشكوري مراسلة التلفزيون العربي. تحياتي جويس، مواقف نبيه بري بتفاصيلها وإلى ماذا ترمي، وأيضا ماذا عن الحديث عن ربما الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة؟ هذا ما طرحه نائب رئيس البرلمان الياس بوصعب اليوم خلال لقائه نبيه بري، وقال نقل عن بري بأنه لا يمانع مثل هذا الخيار، واللافت أن هناك عدد من نواب المعارضة أيضا يؤيدون هذا الخيار، ولكن يبقى كيفية الوصول إليه، خصوصا وأن النتائج ستقلب المعادلة ربما أو تغير الاصطفافات والخارطة التي تتوزع من خلالها اليوم المقاعد البرلمانية والاصطفافات داخل البرلمان اللبناني. ويعتبر ربما الياس بوصعب ونبيه بري بأن هذا الأمر من شأنه أن يعطي غلبة لأحد الطرفين ويسهل عملية الانتخاب ويسهل كل ما له علاقة بجلسات البرلمان اللبناني، ولكن يبدو هذا الأمر حتى هذه الساعة صعب الوصول إليه، خصوصا في عدم توضح مواقف الكتل البرلمانية الأساسية منها هذا الطرح. ولكن فيما يتعلق بطرح رئيس البرلمان اللبناني العودة إلى طاولة الحوار، قبل أشهر هو كان قد دعا إلى الحوار من أجل التوصل إلى توافق على شخصية رئيس والذهاب إلى البرلمان اللبناني في هذا الاتجاه، وهذا ما يرفضه عدد من النواب داخل البرلمان وترفضه أيضا مجموعة من الكتل البرلمانية بحكم أن البرلمان يعتمد النظام الديمقراطي في التصويت ولا حاجة للتوافق على رئيس للذهاب طالما هناك مرشحين يمكن اختيار أي منهما ليكون رئيس للجمهورية. بحسب المعنيين فإن والمراقبين فإن تريث نبيه بري في الدعوة لجلسة ثانية مفاده أو سببه وصول الموفد الفرنسي الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان مطلع الأسبوع المقبل إلى بيروت في زيارة ستستمر لخمسة أيام بحسب المعلومات، سيصار خلالها إلى محاولة تقريب وجهات النظر من الجانب الفرنسي واستطلاع المواقف البرلمانية أيضا والمواقف السياسية. بعد هذه الزيارة في نهاية الأسبوع المقبل قد يعمد رئيس البرلمان إلى الدعوة في حال كانت هناك محاولة أو نجح جان إيف لودريان في تقريب وجهات النظر، ولكن اللافت أن عدد من النواب يعترض على عدم الدعوة لهذه الجلسات وإبقاء هذه الجلسات مفتوحة، خصوصا وأن البرلمان يعتبر هيئة ناخبة اليوم وليس هيئة تشريعية. وانطلاقا من هذا المبدأ هناك العديد من الكتل البرلمانية ديما التي تقول أنها لن توافق على المشاركة في الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس البرلمان يوم الاثنين المقبل. شكرا جزيلا لك جويس الحاج خوري مراسلة التلفزيون العربي من بيروت. ومن بيروت إلى باريس أنتقل وإياكم، حيث حضر لبنان على رأس أجندة مباحثات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي حل ضيفا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزي بالعاصمة الفرنسية. من هناك مراسل تلفزيون العربي شوقي أمين ينضم إلي الآن. إذن هناك ترقب شوقي لخلاصة الاجتماع الفرنسي السعودي، ويعني ما الذي سينتج عنه من خلال نقاش بن سلمان وماكرون ليذهب جان إيف لودريان عائدا إلى بيروت محملا بتوجه ما، ما التفاصيل التي نعرفها حتى اللحظة؟ أهلا ديما، هذه هي زيارة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم إلى باريس واستقباله من قبل الرئيس الفرنسي ماكرون، كانت فرصة ثمينة كما أكد لنا أحد المستشارين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالخوض في عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك من ناحية، وأيضا على الجهة الأخرى كل ما يتعلق بهذه التحولات الجيوسياسية، وأيضا كان في قلب
هذه المحادثات التبادلات الاقتصادية بين البلدين. ديما ذكرت لبنان، فعلا الملف اللبناني كان حاضرا بقوة، وكما أكد لنا هذا المستشار بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أبدى رغبة كبيرة جدا في التعاطي بجدية في على أعلى مستوى للبحث هذه الأزمة اللبنانية، خاصة وأن للسعودية وزن في هذه المنطقة وأيضا لها وزن في لبنان، وأيضا يمكن أو تستطيع أن تستقطب كل الأطراف السياسية لربما حلحلة هذه الأزمة والخروج منها والذهاب في نهاية المطاف إلى اختيار رئيس للجمهورية، هذا المنصب الشاغر منذ 8 أشهر. وسيكون هناك تناغم دبلوماسي بين السعودية ودول الخليج وأيضا فرنسا، خاصة من خلال هذه المهمة التي يقوم بها وزير الخارجية السابق الفرنسي جون إيف لودريون، التي ستكون له محطة سعودية ومحطة قطرية أيضا في الأسبوع المقبل قبل ربما الذهاب إلى بيروت. هذا من ناحية. أيضا الملف الحرب الروسية الأوكرانية كان حاضرا بقوة. الرئيس ماكرون رسميا طلب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الدخول إلى على خط هذه الحرب من خلال الدخول في حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خاصة وأن الرئيس ماكرون كما علمنا يريد الاستثمار في هذه العلاقة الإيجابية بين روسيا وبين السعودية، وخاصة أن السعودية لم يكن لها موقف منذ البداية من هذه الحرب. طبعا الملف الاقتصادي كان حاضرا بقوة. دعا الرئيس الفرنسي ماكرون الجانب السعودي في دخول الأسواق الفرنسية من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة، وخاصة وفي المجال الرقمي والمجال التكنولوجي. ايضا ولنختم بهذه، طبعا ولي العهد السعودي جاء ايضا لينال دعم الفرنسي ومن خلال البوابه الفرنسيه الدعم الاوروبي لترشح السعوديه لاستضافه المعرض العالمي اكسبو 2030 الذي تتنافس فيه مع كل من كوريا الجنوبيه ومع ايطاليا ومع روسيا ومع اوكرانيا. شوقي امين مراسل تلفزيون العربي من باريس، شكرا جزيلا لك.